كم إمام من الأئمة قبلوا يده؟ أول من قبل يد العباس هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الرواية تقول كان الإمام أمير المؤمنين مع أم البنين جالس، وإذا بعلي بن أبي طالب يقبل كفي أبي الفضل العباس ودموعه تجري على وجنتيه. التفتت إليه أم البنين قالت سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، هذا ولد ما في شيء، ليش تفضل ايده وتبكي؟ قال لها يا أم البنين سيأتي عليه زمان تقرع هاتان الكفان. فقبلهم أولا أمير المؤمنين، ثانيا حينما سقط العباس على أرض المعركة من الذي ذهب إليه؟ ذهب إليه الإمام الحسين. الرواية تقول إن الإمام الحسين مرتين قبل ما يوصل للعباس انحنى على الأرض وحمل كفيه بالفضل العباس وقبلهما. الإمام الثالث الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لما أراد أن يدفن العباس سلام الله عليه بعد 3 أيام هو على حر الرمضاء، جاء إليه وقال يا عم على الدنيا بعدك العطاء، أخذ كفي أبي الفضل العباس وطار يقبلهما. فتعرف العباس له منزلة كبيرة وعظيمة عند الله. إن شاء الله الحديث عن العباس. Thank you.